الأرقام العربية؟ لا مش فاكرة. يعني فاكرة لونها وماركتها وبس. طب مش فاكرة أي علامة مميزة فيها؟ كان مكتوب عليها من ورا الكينج. الكينج؟ أيوة، بخط أبيض كبير على الإزاز من ورا. طب لو شفت العيال دي هتعرفيهم؟ أيوة. أرجوك يا أنسة دهالي امسكي نفسك شوية، لازم تساعدينا عشان نقبض على العيال اللي قتلوا علي وهربوا. علي ما ماتش، ما تقولوش علي مات، انتوا ليه بتضحكوا عليا؟ حرام عليكم، علي ما ماتش، علي ما ماتش، علي ما ماتش. حاولي ما ماتش، علي ما ماتش. إذا سعادتك نأجل التحقيق ده شوية. طبعا. يا عيني. تحافظ على الشهادة. اتفقنا يا عبد الحفيظ. اتفقنا يا فتحي بيه. يعني اجي لك بالليل الساعة 8 بالفلوس، والبنتين هيكونوا موجودين ومعاهم الاستاذ المحامي كمان. طب يلا سلام. واصبر بس ثانية واحدة ارد على التليفون، انا ما عنديش وقت. عبد الحفيظ افتكرت حاجة مهمة عايز اقولها لك. الو. ايوه انا عبد الحفيظ. مين بيتكلم؟ ما قلنا انا زفت. مين معايا؟ ايه؟ مستشفى؟ بنت انا؟ طيب طيب انا جاي على طول. ايوه السلام. اصبر يا بنت اصبر. خير في ايه؟ معاك عربيتك يا فتحي بيه؟ ايوه معايا. في ايه بس؟ فهمني. هفهمك واحنا في السكه. اصبر يا بنت اصبر. اصبر يا رب. هي برضه اللي عجبته والتانية بعتها مشوار 5 دقايق تغيب لي ساعتين. حاضر، لما اقول لكم يا اولاد الكبت خوني على جوه. يلا يا فتحي يلا استورك.